كيف تشكر النعم؟ النعم لابد لها من تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره، ولابد لها من شكر بعد أن تأتي بالقلب واللسان والجوارح. هذه النعمة. إذن الخروج والخلاص من هذا الابتلاء، وحتى لا نكفر النعم لابد قبل أن تأتي النعم أن نتعلق بالله لا بغيره، وبعد أن تأتي النعمة لابد أن تشكر بالقلب واللسان والجوارح. قبل أن تأتي النعمة تتعلق بالله لا بغيره. يمشي بعض الناس في الطريق ويرى القصور والعمائر والطائرات والسيارات والقطارات ومتاع الدنيا، عقارات وغيره، زوجات وغيره، ويتمنى، يتحدث مع نفسه أو يحدث الشيطان لعله، يقول له لو يتعرف عليك فلان التاجر أو الرئيس أو الوزير أو الملياردير ويعطيك شيك مفتوح، أو يقول خذ ما شئت، امتلك من هذه البلاد ما شئت ودع ما شئت. صح، أكثر الناس على هذا. الجنة تطلب من من؟ من يعرف؟ الجنة تطلب من من؟ من الله. ولا يستطيع أحد على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الرزق أطلب من من؟ من الله. إذن هذه الوساوس من إبليس، وهذا تعلق بغير الله. وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. هؤلاء يموتوا. ولهذا عندما تسمع الآن بعض الناس ماذا صنع لنا الحكام، ماذا صنع لنا العلماء، أين العروبة؟ ماذا تريد من العروبة، وماذا تريد من الحكام، وماذا تريد من هؤلاء؟ هل هؤلاء يملكون الرزق؟ ولذلك عندما اعتمد هؤلاء على من يموت وعلى الفقراء ذلوا، نسأل الله العافية والسلامة. أين حكام العرب؟ ماذا تريد من حكام العرب؟ إيش تريد منهم؟ بشر. وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، لا عند عند الله لا عند غيره، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، لأن العبادة سبب لفتح باب الرزق، واشكروا له. إذن هذا الذي يطرأ على بالك هذا من التعلق بغير الله، وهذا الذي تسمع في الأخبار أحيانا بالخط العريض، أين حكام العرب، أين العروبة، أين كذا، أين كذا، ماذا تريد منهم؟